القوات الأمنية تنفذ حملة استخبارية وأمنية كبيرة تطيح خلالها بأكثر من 200 شبكة دولية ومحلية لمتاجرة المخدرات في مناطق مختلفة من العراق. معركتنا مع المخدرات معركة مفتوحة، بالتالي وسعنا من إطار ملاحقة تجار المخدرات، مكننا من تفكيك ما يقارب 205 شبكة من ضمنها شبكات دولية بشكل كبير، صدرت أحكام إعدام وأحكام سجن مؤبد والقبض على الآلاف من المتهمين. أيضا يعني إجراءاتنا كانت معززة وملاحقة بشكل أكبر التجارة الدولية، من ثم التجارة المحلية، من ثم الناقلين والموردين وهكذا. لذلك النشاطات أصبحت عالية جدا على صعيد التنسيق الدولي والتنسيق المحلي وملاحقة هذه الجريمة. الشبكات التي اتخذت من المناطق السكنية والشعبية منافذ لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تمكنت القوات الأمنية من تفكيكها وسط مساعي الحفاظ على الأسرة والمجتمع من تداعيات تعاطي وانتشار المخدرات. كي نحمي الأسرة العراقية من آفة المخدرات يجب أن نعالج حالات عدة، حالات الوعي الاجتماعي، نشر فيديوهات لا تتجاوز الدقيقة عن مخاطر المخدرات وآثارها التدميرية، إقامة محاضرات توعوية في الكليات والجامعات وحتى المدارس وحتى في اجتماع أولياء أمور الطلبة للتحذير من مخاطر المخدرات وخاصة الكريستال. الكريستال يعتبر من السلائف الكيميائية اللي تأكل خلايا الدماغ. بحسب إحصاءات فإن الأجهزة الأمنية تمكنت أخيرا من مصادرة وإتلاف المواد المخدرة بكميات وصلت إلى الطن ونصف الطن، بينما بلغت المؤثرات العقلية خلال العامين الماضيين 5 أطنان على الأقل. من بغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.